بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معانا أول مراجعة سنة الصف الخامس الابتدائي. أول سؤال معايا اسمه أسوسي. أسوسي مع ناسل. عندي بيجيلي في السؤال ده مجموعة كلمات مقابل ليها صورة أو الكلمة بتاعتها. طيب تعالى نتعرف على إجابة السؤال ده. زي ما احنا شايفين كده، أول كلمة معايا يو، عيني، ني، أنف، سانج، قرد، باجون، عربة قطار، أورانج، برتقال. يبقى سؤال أسوسي هيجي لي كلمة والصورة بتاعتها، بوصل كل ايه كل كلمة بالصورة او بالكلمة المقابلة لها. طيب تعالى نشوف مع بعض السؤال التاني. السؤال التاني اسمه كومبليت. كومبليت يعني اكمل. زي ما احنا شايفين كده بيجيب لي مجموعة من الكلمات شايل منها حرف او اتنين، مفروض ابقى حافظ الكلمة علشان اقدر اكملها بالحروف الناقصة منها. اول كلمة معايا بانان، تاني كلمة جاردان، اورلوج، كلاكسون، كرايون، إليفون. أنا كده عملت إيه؟ كملت الحروف الناقصة في الكلمات اللي عندي. طيب تعال نشوف مع بعض السؤال الثالث. السؤال الثالث مي، آن، وأن. ضع آن أو أن. آن أو أن دي من أدوات النكرة اللي إحنا خدناها. جاب لي مجموعة من الكلمات، أنا المفروض أشوف الكلمة مذكرة ولا مؤنثة وابتدي أتعامل معاهم وأحط آن أو أن. طب تعال نشوف مع بعض كده. برافو، أول كلمة شيز، أن كلمة مؤنثة. تاني كلمة فاز، هي بتنتهي بحرف الأو بس هي مذكرة، هتاخد آن. تابي آن، وبورت هتاخد أن بورت. تمام كده. طيب نشوف مع بعض السؤال الثالث. السؤال الثالث اسمه شوازي. شوازي يعني اختر. تمام زي ما احنا شايفين السؤال كده. طيب تعالى كده نشوف اول جمله. نقط ارموار، ان ارموار، ان ارموار. ثانيه ان كنبي، ان كنبي، جن كنبي. ثالثه بيقول لي ان نقط، ان فوتوي. الجمله الاخيره والرابعه معايا ان فونتر، ان فونتر. تمام، وكده تكون انتهت المراجعة الخاصة بيا للصف الخامس الابتدائي.